لا بس العمل الثاني كان اقوى اللي كان معمول لكم بقى يعني. انا لا اؤمن بالمسائل دي. تؤمن بالحسد؟ انا اؤمن بالعمل. بالعمل؟ بالعمل. انت بدم بتعملي خلاص ربنا هيرضى عنك، وزي ما قلت لحضرتك انك تفيدي الاخر. لا تؤمن بالحسد على الاطلاق، من شر حاسد اذا حسد. وماله من شر الحاسد نفسه، لان الحاسد نفسه يكون ممكن يكون زميله ليك برضه بتقدم برنامج ما يعني يعني خدي بالك منها يعني ممكن تضرك. انما الحسن الفوبيا ده يعني الحسد ده بالطريقه دي لا، يعني لو حطينا في دماغنا الحاجات دي مش هنخلص. صحيح. صحيح. احوالنا المضحكه اللي احنا بنشوفها، هل فعلا احوالنا في العالم العربي النهارده اصبحت مضحكه اكتر من فيلم كوميدي؟ ده في حاجات طبعا كتير. زي ايه؟ امال احنا كويسين في الكوميديا من ايه؟ عندنا ماده خصبه. تصريحات المسؤولين. يعني لما بتقعد كده ساعات تسمع تصريح لمسؤول بتضحك؟ لا ساعات يعني بستعجب، انا مش عايز اقول يعني، ولو ان في حاجات كتير الواحد بيشوفها بيضحك يعني. بصرف النظر عن ده قال ايه وده عمل ايه. هل أصبحت الوحدة العربية والقومية العربية نكتة تدعو للسخرية؟ لا هي بصي أنا قومي عربي. وما زلت قومي عربي. وجمهوري من المحيط للخليج. ومرتبط بالجمهور ده ارتباط كامل وتام. وفي ثقة متبادلة بينه وبين جمهوري. أنا رحت المغرب كانت الناس مش بس عايزة تلمسني، عايزة تتأكد إذا كنت لحم ودم زيهم. وكل البلاد العربيه الحقيقه بروحها. والاستاذ حسنين هيك قال برضه حاجه، قال السينما كان ليها وضع في حكايه تقارب الشعوب في بالنسبه للمنطقه العربيه. كان زمان في الـ يعني الـ في شخصيات، في زعمات زي عبد الناصر، زي الايه الحاجات دي. دلوقتي الفن والسينما من 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 رواسخ الوحده العربيه. من الشيء الراسخ في الـ في الـ في الامه. تلاقي يعني مثلا كل دولة ليها حكومة، حكومة السعودية، حكومة المصرية، حكومة المغرب، حكومة كذا وكذا، ولكن في حكومة واحدة يتفق عليها الجميع اللي هي الديمقراطية الحقيقية، اللي هي حكومة الفن. فيروز في لبنان، فلان في مصر، مين في الكويت، مين في عبد الحسين عبد الرضا، الحكومة الفنية، وديع الصافي، فيروز، رجاء بالمليح، دي حكومة الفن. دي الحكومة الوحيدة المتفق عليها الشعب العربي. صحيح. الحكومة الفن، حكومة الفن، الإبداع اللي بيمس الوجدان العربي هو فعلا الفن. والسينما، السينما معارضة شعبية كما تطلق عليه؟ السينما طبعا، السينما طول عمرها معارضة من أيام فيلم لاشين. من أيام فيلم لاشين. والسينما المصرية دائما في صف المعارضة. بس هو زمان بقى كان إيه؟ كان في عملية مصالحة. يعني بص لا انور وجدي بيحب بنت الباشا، وبنت الباشا ذاكر رستم موافق مش موافق، وعمال شغلانه وبتاع، وفي نهايه الفيلم فجاه تلاقي الباشا وافق ما تفهميش ازاي. وقال له يا ابني وهم يروحوا متجوزين وبتاع وبيبالك الجواز. دلوقتي المجتمع اختلف والمسائل اختلفت والكتابه اختلفت. في مصالحه دلوقتي في ايه؟ في تربص؟ هو في شراسه في العلاقات بين الناس؟ هو مش بين السلطه وبين الفن؟ بصي هو مش المسائل، هو ايه ابو العلاء المعري في رساله الطير قال لك لما رايت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن بي اني جاهلا. فعجبا كم من نقص يضع فاضلا وواء سفاه، كم يظهر الفضل ناقصا.